نساء العالم اللي ما كيستعملوش الانترنت رغم انه عندهم ناقصين، يعني ماشي هما عندهم البوسيبيتي انهم يخدموا. جمعية تحدي المساواة والمواطنة هي من الجمعيات المناضلة في الساحة من أجل محاربة العنف ضد النساء بكل أشكاله. اليوم تنتكلموا على العنف الرقمي اللي هو بشع واللي هو خطير. اليوم باش نتكلموا على العنف الرقمي تنتكلموا عليه ماشي عنف عادي جدا بحال باقي الاشكال العنف الاخرى اللي يمكن تلقى الحمايه من كل الجهات القريبه من هاد الضحايا. العنف الرقمي يمكن تخلي الضحيه بشكل وحيده، يمكن تتفكر في انتحار بشكل مستمر، ويمكن تقدم على الانتحار. لهذا حنا اليوم تنقولوا ان كل المجهودات المبذوله اليوم خاصنا نكتفوا الجهود اكثر، وخاصنا كذلك ان نقويوا هاد الخطط العمل من اجل محاربه العنف الرقمي، وكذلك خاص التوعيه والتحسيس بشكل كبير، وبالاضافه ان المجتمع المدني خاصو كذلك انه يندمج وينخرط في هذا العمل من اجل السماع، من اجل التوعيه، من اجل المواكبه، من اجل المؤازره، وكذلك من اجل المساهمه بشكل فعلي ودينامي وقرب ضد هذه الظاهره اللي هي العنف الرقمي. التطبيق الالكتروني اليوم للجمعيه تطلقوا اللي تلقاته منذ 2019، واليوم غنحاولوا ما امكن نجدوا فيها ونطوروا فيها من اجل ان تكون سهله للمعنفات عنفا رقميا. ماشي بالضروره انها تجي المركز الاجتماعي ديال الجمعيه، ولا انها تجي لبعض المراكز، ولا انها تقلب فين تكون. بالعكس انها ممكن اترافير ولا انطلاقا من هذا التطبيق انها تعطينا المعطيات وانها تعطينا المشكله، وحنا كجمعيه اننا نباشروا معها الملف واننا نوعيوها واننا نوجهوها، وكذلك اننا ناخذوها اون شارج كجمعيه من اجل حمايتها من العنف الرقمي، وكذلك من اجل ان اخذ الحق ديالها من ضد هذاك المعتدي باش ياخذ واحد العقوبات زجريه قاسيه. كل باسمه واسمها صفته وصفتها على الحضور والمشاركة.